مشاهدين، نحن معكم مباشرة من أمام باب الترشح للانتخابات النيابية. رح نفوت نحن وإنتو لنعرف شو عم بصير هون. مسيو؟ أهلين، أهلين وسهلين. بليز فيك تخبرنا شو عم بصير هون؟ بيجي المرشح، بفوت ورا البرداية مثل هو هلا هون، بفوت ورا البرداية، في مدام جوا بتفحصه، إذا كانوا مكتملين كل طلباته ندقبله. اوكي. يس. ها؟ قلت له يس قبلته. نحن رح نروح هلا معكم لنشوف كيف يصير الفحص ورا البرداية. مرحبا مدام. يا هلا يا هلا، يا عليك انت التلفزيون؟ ايه. وليه ما بتقلي انه التلفزيون هون ولا؟ مدام نحن جايين نعرف منك كيف بصير الفحص هون. يا ليكي بعد ما بتعرفي كيف بصير الفحص بلبنان؟ لا. ولكيف الك عين؟ ليكي تقبرينا، بفوت المرشح بنفحصه، إذا ما عنده بنقول له ياس وبنقبل ترشيحه، إذا عنده بنقول له نعم نبعته على بيته. هلا هيدا مثلا الشاب اللي كان قاطع قبل شوي قلنا له ياس لأنه ما عنده، عرفت كيف؟ بنقبله. إذا ما عنده بتقولي له يس وإذا عنده بتقولي له نو؟ إيه أكيد، ما هو ما مفروض يكون عنده ليستحق لقب عضو بالمجلس، اثنين عضو سماش بان.